الغربال فقط. هي الجولة الثانية، مستعجلين ليه؟ ليه ده كله؟ الأهلي خسر من سيمبا في دار السلام. بالمناسبة كل الفرق المصرية تقريبا بما فيها الأهلي في 85 وفي 2019 خسرت من سيمبا في دار السلام، وكأنه هذا الفريق في ملعبه بيوفر كل الأجواء اللي تخليه. مفيش فرقة كسبته هناك. آه يعني الأهلي، الزمالك، المقاولين، المحل، كل الفرق اللي لعبت في أفريقيا وصادف إنها التقته هناك في ملعبه، هذا ليس تبريرا. حتى صحيح. احنا ما كسبناه خمسة هنا، رحت خسرت هناك، خسرنا هناك واحد. آه لكن هذا ليس تبريرا، لكن عايزين نقول بيحدث. وليس معنى حدوثه إنه مقبول. بالزبط. وليس، ولكن في نفس الوقت ليس معنى حدوثه إن الدنيا اتطربقت. لأن أيوه. في كل مرة حصل الكلام ده تقريبا تجاوزناه وعدينا. فنرجو إن احنا بإذن الله ناخد من الهزيمة دروسها اللي تقدر تدينا دفعة الانطلاق، خاصة إن كل الأندية رجعت بعد كأس العالم. احنا شفنا بايرن ميونخ حصل بتاع الأندية. بايرن ميونخ حصل له إيه في الدوري؟ خسائره كانت في الدوري سخيفة، تعادل وهزيمة. فديته في إيه؟ فراح امام لاتسيو 4. استعاد نفسه بسرعه، ونفس نجمه ليفاندوفسكي وجد نفسه مره ثانيه. كل الناس يعني مش تستحق، كل الناس يعني محتاجه تجديد الدوافع وتجديد. بالظبط. تجديد الدوافع دي مساله مهمه جدا، وان انت تيجي حتى لو تعثر زي كده ينزلك على ارض الواقع علشان تبدا تتعامل مع الامر من جديد بواقعيه. لكن هقول لكم بعض عناوين الصحف 2006 لما رجعنا ثالث العالم. اول ماتش على ارضنا خسرنا 3. بالظبط. ده بيحصل في كل العائلات، لكن زي ما قلنا الاهم منه ازاي تتعلم منه. الاهم من الهزيمه الدرس اللي بتخرج بيه. دروس الاهرام كان عنوانه بعد هذه الهزيمه: سيمبا التنزاني يحرج الأهلي ويكتفي بالفوز بهدف المرعب مكسوني، موسيماني أخطأ في التشكيل وطريقة الأداء، واللاعبون خارج نطاق الخدمة. الوطن قال حامل اللقب يسقط في فخ سيمبا ويخسر بهدف في صراع دوري الأبطال الأفريقي. الأهلي مع موسيماني لا تشكيل ولا تغيير. يعني بصوا نجيب محفوظ آفة مدينتي، هي ديت آفة مدينتنا، الأفورة والمبالغة الشديدة في الحالتين. عند المكسب هتلاقوا تهويل مش طبيعي جدا. أيوة. ومش منطقي. التهويل، وعند الخساره التهوين لادنى المستويات. دي افه ال مفيش حاجه. يعني انت خلي بالك واحنا عمالين نقول للجهاز الفني واللعيبه الواقعيه بتنزلوا وتتواضعوا عند الفوز، احنا بنطالب انفسنا والعيال بنفس الاسلوب. صحيح. يعني السوشيال ميديا الناس معذوره، مش هتقدر تسيطر على توجهات الناس واختلاف الثقافات والكلام ده. ايوه. لكن بالنسبه للناس اللي بيكتبوا، اصحاب القلم واصحاب الكلمه، دول ناس بتقيم الامور. صحيح. لازم يبقى لا نطلعوا عبقري ولا نطلعوا مش فاهم حاجه، يعني ما ينفعش. صحيح. الوطن كمان قال الاهلي يسقط في فخ سيمبا باخطاء موسيماني، الفريق التنزاني يخطف هدف الفوز من تسديده في الشوط الاول، والحراره والرطوبه تفقدان الاحمر قوته. الشناوي ينقذ مرماه من أكثر من فرصة صعبة. المسا قالت الأهلي المونديالي تاه أمام سيمبا التنزاني. موسيماني بيقول لعبنا في أجواء صعبة وقدرونا على التعويض والصعود. والأهرام المسائي قال البطل يتعثر، صاحب الأرض حسم المعركة، وخطة موسيماني غير صالحة للاستهلاك. أخطاء بيتس وراء الخسارة وتغييرات بواليا وكهربا مفتاح الهزيمة. طبعاً الوضع دلوقتي بعد هذه الخساره، لانه كمان سيمبا قدر يخطف فوز في الجوله الاولى من فيتا كلوب في الكونغو من ضربه جزاء الناس اتكلمت فيها، لكن بالفوز على فيتا كلوب في الكونغو والفوز على الاهلي في دار السلام اصبح سيمبا التنزاني في صداره المجموعه الاولى عنده 6 نقاط. بس كمان فيتا كلوب اللي خسر في ملعبه، ما انا بقول لكم في حاجات تجنن، الكوره ملهاش اي منطق. فيتا كلوب يخسر من سيمبا في ملعبه، فيروح يكسب المريخ في السودان 4-1 عشان المجموعه كل حساباتها تتلخبط ترتبك تتشابك. بالظبط. فاصبح سيمبا عنده 6 نقاط،
فيتا كلاب عنده 3 نقاط، الاهلي عنده 3 نقاط، والمريخ مازال بدون نقاط حتى الان. ايه اللي هيحصل في الجوله اللي جايه؟ الجوله اللي جايه خلاص ده على الابواب، يعني في شهر مارس يوم 5 ويوم 16، يوم 5 فيتا كلاب جاي للاهلي، دي الجوله الثالثه، واليوم 16 الاهلي هيسافر له كينشاسا، دي الجولتين ورا بعض، يوم 5 ويوم 16 الاهلي على موعد مع فيتا كلاب هنا ثم هناك. في نفس التوقيت سيمبا هيلاعب المريخ السوداني رايح جاي برضه. فانت رؤيتك للمجموعه في ظل الحسابات دي ايه؟ المجموعه خلاص دلوقتي ما تقدرش تقول مين قوي ومين ضعيف. ايوه واضح ان في تكافؤ هائل في الفرص. طبعا انت لو كنت على الاقل تعادلت خارج ملعبك كانت هتدي لك افضليه. الافضليه راحت. لكن انت خلصت من ماتش خارج ملعبك. النهارده سيمبا هيلاعب المريخ. ايوه. وخلي بالك الجوله الجايه انت هتلاعب نفس الفريق رايح جاي، يعني انت هتلاعب فيتا كلاب رايح يوم جاي. 5/3 ويوم 16/3. عندنا في الاول والعوده هتبقى في كينشاسا. مفتاح البطوله الاسبوع الجاي او الجوله الجايه. ايوه. طبعا لو كله تعادل خلاص زي ما احنا. يا دار ما دخل بشار. لو سيمبا كسب هيغرد منفردا وهيبقى تقريبا هو اول المجموعه. لانه هيبقى كسب ماتشين بره ارضه. لان دلوقتي هو هيلاعب المريخ اعتقد في السودان. بالنسبه للمريخ بالنسبه للمريخ هي مباراه وجود لا يحتمل خسارتها. لا يحتمل الا الفوز بيها. فهي هتبقى صراع هيوضح لنا برضو ميزان القوة ماشي ازاي. سيبك من كل ده، انا لا شأن لي بالاخرين بصراحة، يعني لا شأن لي بالاخرين. ايوه انا هعمل ايه؟ ايوه عندي مباراة قادمة ايضا هي مباراة وجود على ارضي. هي مباراة مفتاح لحاجات كتير جدا. اذا فزت بيها هقدر اروح مباراة العودة وانا يعني شوية مرتاح. نمرة 2، احنا مش عايزين بقى نخلي الناس تحطنا في الظروف الصعبة وتستفيد منها. ايوه احنا عايزين نتعود على الظروف الصعبة. نتعود ازاي على الظروف الصعبة؟ لان ده النادي الاهلي في حاجات ما تقدرش تقاومها بصراحة، يعني الرطوبة العالية جدا جدا ودرجة الحرارة الجامدة، يعني وعلى فكرة ليس علاجها انك تتمرن في ظروفها. في ظروفها؟ يعني هيلعبوك الظهر ما تتمرنش الظهر. هو انت فاكر لما انا قلت لك الحديث اللي انا عملته مع مستر فايتسا؟ ديترش فايتسا. كنا هنلعب المصري في الكاس او ترسانة غالبا المصري في الكاس، وبعدين انا كنت بكتب في المصور كانت كلمة بقى الساعة البيولوجية نهائي كاس مصر 89. ايوه جديدة. وانا كنت قريتها فعايز استخدمها. فروحت قابلته مستر فايس، انا عايزك قبل الماتش اعمل معاك حوار المصور. قال لي اتفضل، اتكلمنا في شوية حاجات كده، ايه الفرق باللاعب المصري والبتاع. قال لي الشخصية مش الموهبة. المهم يعني لما جينا قلت له لاحظت ومع الكثيرون وقلقانين قوي من فكرة الماتش هيتلعب الساعة 3 وانت كل تدريباتك للفريق بالليل في حين ان المنافس بتاعك بقاله 4 ايام بيتمرن في نفس توقيت المباراة. فقال لي وبعدين؟ قلت له لا مستر انا بقى بحدف له التقيلة اللي جوايا بقى، انت قدام واحد مثقف. قلت له انت ايه رايح له على ان انت مسكت عليه واحده؟ مستر فايسا الساعه البيولوجيه انت بتلعب بالليل وهتلعب الظهر. راح مطلع النوته بتاعه، كان عنده ابتسامه وزير خارجيه. وراح قال لي انا مرنت النادي الاهلي 247 تدريبه. الساعه البيولوجيه مستر عادلي اتظبطت، الحاله البيولوجيه للاعب، الساعه البيولوجيه. انا بقول له ايه؟ انا مثلا لما بصحى كل يوم الساعه 8 مع المنبه
لو نسيت المناب بيوم قليلي صحي 8:58 بيولوجيا لوحدك. في حاجه اسمها الساعه الساعه يعني. فقال لي ايوه ده كلامك مظبوط بس الساعه البيولوجيه مش هتظبط في الاسبوع ده، انما انا بلعب كاس عايز العب 100 وعايز العب 90 دقيقه مرشحه انها تبقى فيها وقت اضافي. فاذا كنت انا مرشح العب ساعتين انا عايز امرنهم على 2:30، هعمل الكلام ده في الظهر في عز الحر ازاي؟ هستهلك فرقتي وهروح بعد كده يوم الماتش هبقى مجهد بدنيا. وعشان تصدق كلامي الماتش اللي جاي 20 دقيقه المنافس هيديني المباراه 20 دقيقه 20 قال لي كده 20 مينتس كفايه عليه تتفرج على المباراه مش ضروري يعني 20 بمعنى 20 بس يعني فرهد بدري انما طبعا سياده كامله بعد نص الشوط الاولاني انت متسيد وكسبنا 3-0 يوميها التاني ده استنفذ كل مخزون الطاقه اللي عنده قال لي انا لو مرنتهم الظهر مش هيقدروا الظهر يدوني نفس الطاقه التدريبيه ومش هقدر امرنهم 2:30 طبعا انما حتى لو مرنتهم ساعه ساعه وربع يعني فمساله انك انت التاقلم يجي مش في الجرعه التدريبيه انما في الحاله المناخيه والحاله الطبيه يعني انا كان نفسي والله ده يبقى موضوع سؤال مع احد الاطباء المتخصصين هي ايه فكره ان انا هو انا لو مرنت الناس في توقيت المباراه صح ولا غلط لو عشتهم ظروف لو انا صايم ورحت في التدريب بصوم الفرقه الاسبوع الخمس ست ايام اللي قبل الماتش ده لمصلحتهم فنيا يعني افتكر ان انا مش ضروري اكون في رمضان ما هو طبعا في رمضان هيبقوا صايمين انما هل امرنهم باستمرار في الظهر وهم صايمين ولا مرنهم بعد الفطار؟ بعد الفطار عايزين نسال احنا بنقول فايس رايه بعد مده معينه ان انت تمرن في الظرف الافضل ليه الافضل عشان تدي وقت اطول وتاخد منهم مجهود اكبر وتعمل مخزون طاقه افضل وتعمل مخزون ويجي يوم الماتش هو اتعود يتمرن 2:30 يقدر يديني 90 دقيقه قويه جدا منطقي برضه مدرسه مدرسه ثانيه يقول لك ما انا الظروف الصعبه التكيف بقى. يتمرن في الظروف الصعبه في التكيف يجي متعود عليها بس متعود عليها ازاي وهو عامل كده ويمكن المره دي المدرسه دي بتاعه تتمرن في نفس الظروف يعني كان ضدها حاجه مهمه جدا استاذ ابراهيم عمليه ان احنا لعبنا في 20 يوم 6 مباريات في منتهى الصعوبه يتخللهم اجواء مختلفه وسفر زي ما قلت وتحديات مختلفه انت بتخرج من التحدي انت عارف الماتش اللي انا كنت شايل همه جدا ان انا اخسره ماتش المريخ هنا لما عدينا منه قلت الحمد لله لكن انك تروح سيمبا بقى في اجواء صعبه وما اعرفش نرجو انها تكون كبوة شوف احنا بنتعامل معاها دلوقتي على انها ايه كبوة وخسارة هنتعلم منها بالظبط هنشوف هنتعلم ايه طيب المهندس عدلي قال لكم ماليش دعوة ببقية الجدول ليا نفسي انا عندي ايه انا عندي 5 مارس و 16 مارس عندي الماتشين مع فيتا كلاب في ابريل عندي بقى ماتشين اهم من بعض 2 ابريل مع المريخ السوداني في الخرطوم و9 ابريل مع سيمبا التنزاني في القاهره يبقى 5 و16 مارس و2 و9 ابريل 2 المريخ و9 ابريل مع سيمبا التنزاني هنا يعني انت لو باذن الله تعالى مشيت بالشكل القوي بتاعك وكسبت 6 نقاط من فيتا كلاب بقى عندك 9 نقاط. الهدف الاساسي للاهلي هو حصد نقاط المباريات المتبقيه. عندك 4 مباريات باقيين جمعهم او حاصل جمعهم 12 نقطه وعندك 3. ده اللي يليق بالنادي الاهلي. بص يا استاذ وده اللي هيسعى له النادي الاهلي بكل تاكيد. انت بتتكلم لصداره المجموعه. لكن لو انت قابلت سيمبا في اخر مباراه وعندك على الاقل لازم 9 بونت الوضع هيكون كويس لكن لو قابلته بقى وانت عندك 12 بونت ولا 10 بونت ولا كده ونشوف هو هيجي لك عنده كام بونت بالظبط دي كمان نقطه تكتيكيا مهمه طيب هو انت علشان تطلع الاول هي فرقه يعني
ما هي كل مجموعه بيصعد أيوة. منها اثنين. عايز اسمعها منك دي. لا فرقه جدا، فرقه في حسابات بقى الدور اللي جاي، لانه في دور الثمانيه الثمان فرق اللي تأهلوا الاوائل هيقابلوا التواني، مفيش اول هيقابل اول، بمعنى انت هتقابل لو باذن الله تعالى طلعت الاول هتتعمل قرعه بين تواني الثلاث مجموعات باستثناء مجموعتك. يعني لو الاهلي صعد باذن الله تعالى اول ومعاه الثاني سيمبا مش هيلعب سيمبا، انت بتعمل قرعه بين كل اول والثلاث تواني الاخرين باستثناء الثاني بتاع مجموعتك، فبالتالي فرصتك ان انت تطلع اول مفيد، ان انت فنيا هتلعب فرقه تانية مش فرقه اول، فيعتبر المستوى اللي انت هتواجهه اقل شويه. هنا تسعى لصداره المجموعه لحسابات فنيه مهمه.